لمن لا يعرف قيمة الفن والفنان يقدره، إلى لمن لا يعرف الرسم حتى يدرسه أو يجربه، إلى لمن لا يحس قدرة نفسانية الإبداع لتعيشه. وعبروا من شعوري داخلي لكي أفرغه، وعبروا من شعوري داخلي لكي أفرغه. أستيقظ في الصباح حامل القلم لأرسم إلي صورتي أجهلها من قبل، وهي نائمة بداخل مملوءة بالألوان، فيها يوجد دواء يحررني من المتطلبات المادية وتحررني من المسالب النفسانية. في هذه اللوحة دواء ينشط للحوار عندما نتبادل الانسجام باللغة الطلحات الألوان، عندما تظهر الصور في النهاية شعوري تزداد حيويا، وفي بعض الأحيان عند بيعها ثمنها قليل، لن تؤدي ثمن كثير يا عزيزي العاشق. هل تعرف ثمن الإبداع ليس في الأسواق؟ هل تعرف ثمن الإبداع لن تجده في الأسواق المرخصة اليوم؟ ربما ستجدها يا عزيزي العاشق غدا، ربما بعد موتي في الوقت الذي لن أبدع لك لوحتي أبدا. Thank you.